ازيكم يا اصحابنا؟ عاملين ايه؟ وحشنا كتير. النهارده جايبين لكم حاجه حلوه خالص. عارف ايه بطوطه؟ هي ايه؟ البيض اللي بيتلون. البيض اللي بيتلون، ومعاه كل بيضه الالوان بتاعتها. الالوان دي صغنونه خالص بس جميله، الوان فلوماستر. يلا نبدا. هتختاري ايه؟ انا هختار دي. دي عليها شكل مركب، هلونه وهلون البحر بالازرق. ولا انت معاكي ايه؟ فراشه. طب يلا هلون المركب. فرصه تانية. يلا نبدا نلون. افتحها لك. الله، على فكره يا اصحابنا البيض ده بيتغسل بعد ما يتلون وبيتلون تاني. المركب يا اصحابنا بيمشي في ايه؟ بيمشي في ايه بطوطه؟ في البحر. في البحر زي البط اللي بيمشي في البحر. طب وايه تاني بيعيش في البحر؟ البط ممكن يسبح في البحر فعلا. وايه تاني؟ والسمك. والسمك والاخطبوط والسموكه. السموكه يعني سمكه يعني. انت بتدلعيها؟ دلع واقول لها سموكه. طيب وايه تاني بيعيش في الميه؟ اخطبوط. وايه تاني؟ وبس. لا، حاجات كتير قوي بتعيش في الميه. ممكن الجمبري بيعيش في الميه، والكابوريا، والقرش. لا لا، بصي بصي، الكابوريا بتطلع فوق وتنزل تحت. واو، شفت بتاعتي؟ انا خلصت خلصت السفينه. لا لسه في حته هنا ممكن اعملها برضو باللون ده. واو، فين بتاعتك؟ ما لونتهاش ليه؟ دي اول واحده لونتها، حطها كده. هلون الورده الجميله دي. هلونها بالاحمر. توت، عارفه الورده دي ايه بطوطه؟ دي ورده عباد الشمس اللي في ايدي. دي وردة عباد الشمس، علشان هي لما الشمس بتطلع بتغير اتجاهها وبتبص ناحية الشمس، ولما الشمس بتغرب بتغير اتجاهها تاني. وبعدين بنطلع من الزهرة الجميلة اللي هي زهرة عباد الشمس دي اللب، لب عباد الشمس اللي كلنا بنحبه. انا بكره، كلنا بنحب اللب. وري لأصحابك انت بتلوني الفراشة ازاي. ده انت تلوينك جميل جدا. ده زي لون البنفسجي الازرق، ده بيطلع لون بنفسجي. طبعا هي زهرة عباد الشمس هي لونها بيبقى اصفر. ما انا بقول زهرة عباد الشمس، بس عشان الاصفر مش باين على الاخضر فلازم نلون بلون مختلف. بس انا زي. طيب انا هلون بقى الورقة بتاعته بالاخضر الغصن. حلو؟ حلو، يبقى شكلها حلو قوي. انا كده خلصت اتنين. انت مخلصتيش لسه. خلصت اتنين من بتوعي، لسه لي اتنين. ده ايه الشكل التالت ده؟ دي بيضه. طب البيضه دي يا ترى هلونها بايه؟ هلونها بازرق بقى. على شكل، خلي بالك هو بيطلع بلون ازرق، قصدي بنفسجي. بس بتاعي البيض مفيد جدا للاطفال، وبيعطيهم كالسيوم وبروتين. لازم يا اصحابي تاكلوا بيض كل يوم. تمام، ممكن اعمل قصته بالاخضر. تمام، اعمل بقيه وشه ورجليه بالاحمر. ها
هذا فستان بلون. واو انت عاملاها ريمبو؟ لا مش ريمبو. امال دي. طب يلا انا قربت اخلص البيضه الثالثه وانت لسه في البيضه الاولانيه. انا شكلي هخلص البيض قبل. لا ده انا اللي شكلي هخلص قبلك واكسبك زي كل مره. شفتي يا اصحابي انا لونت البيضه اللي على البيضه بلون جميل جدا. اخد بيضه بقى كمان. سيب لك البيضه دي تلونيها والون انا كمان ورده تاني. ورده تاني ورده عباد شمس تاني ومش عارفه لونها بالاصفر برضو لان البيضه لونها قريب من الاصفر. نلونها بالاحمر والاخضر او الاحمر والازرق. بس يا اصحابي ما ننساش ان زهره عباد الشمس اساسا الله زهره عباد الشمس اساسا لونها اصفر. وبتاعتك هتطلع حلوة. انا عايزة الون الزهرة تعب. انا عايزة الون الزهرة دي. طب انت لو انت الفراشة وريها لاصحابنا. بطوطة لونت فراشة جميلة. تمام نحطها هنا في الطبق بتاعك وانا اكمل تلوين زهرة عباد الشمس. ده بيطلع لون بنفسجي. واو جميل جميل جدا. لما نخلص البيت ده هنقصره لها عشان ميني ماوس تاكل. علشان يبقى عندها عضلات وقوية. لا الولاد بس والبنات برضو. تعرفي يا بطوطة البيض ده بنجيبه منين؟ مين اللي بيجيب لنا بيض؟ الفرخة. احنا بناكل بيض الفرخة بس في طيور تانية بتبيض بيض وممكن ناكله برضو. بس اكتر بيض بنحبه وبناكله هو بيض الفراخ. صح؟ وممكن ناكل البيض ايه؟ مسلوق؟ وممكن ناكل البيض مفقوش؟ ممكن ناكل البيض المقلي. مقلي؟ مفقوش؟ او اومليت يعني. وممكن نعمله مسلوق. وممكن ندخله في اكلات تانية نعمل منه كيك ونعمل منه حاجات جميلة. صح؟ وري اصحابنا انت بتعملي ايه؟ انا بس اللون الغبي يشوفوها واللون في الكاميرا. الله حلو قوي. جميلة جدا. طب حطيها يلا. ده الهدية. هم عاملين عليها فيونكة. لسه انت ما لونتيش الفراشة. هساعدك انا والون لك السفينة؟ لا انا اللي بعرف الونها. بص على بتاعتك والونها. طيب اوكي يلا. الفراشات دي تعتبر من ايه؟ من الطيور ولا من الحيوانات ولا من النباتات ولا من الحشرات؟ من الطيور. لا 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 الحشرات. من الحشرات. هي بتطير انما هي من الحشرات. والفراشة قبل ما تكون فراشة بتبقى دودة. ما دي دودة على شكل فراشة. لا دودة وبتتحول لفراشة. جميلة. هذا لون الزهرة زي بتاعت الحرام. وعارفة الفراشات بتعيش فين؟ بتعيش على الزهور. بتمشي تشم الرحيق بتاع الزهور وبتتنقل من زهرة لزهرة. وبتاخد الزهرة دي. وعارفة ان اكتر وقت بنشوف فيه الفراشات امتى؟ في فصل الربيع. فصل الربيع ده من فصول السنة. فصول السنة اربع فصول. الربيع والشتاء والصيف والخريف. في الربيع بنلاقي الزهور بتتفتح والفراشات بيطيروا والجو بيبقى جميل جدا.
لو انت مش شايفه الاحمر عادي مش مشكله. هما اصلا عطلنا اربع الوان بس. الفراشات بتبقى الوانها جميله وفيها بينكي وفيها لبني وفيها بنفسجي وفيها الوان جميله خالص. ده بيطلع بنفسجي؟ لا ده ازرق، ازرق غامق. او لونك بيطلع بنفسجي؟ بس الازرق الفتح مش بيطلع بنفسجي، بيطلع ازرق. طب يلا لسه ايه؟ لسه ما فيش اكلات كتير. يلا نشوف بطوطة عملت ايه. واو لسه في لسه في واحدة بس. فراشة جميلة جدا. اخر اخر بيضة بتلونها بطوطة هي المركب. ده شكل دربيدة. لا ده مركب او سفينة. انتي لونتها كلها ازرق؟ اظن بطيئة بالالوان دي، الالوان دي بطيئة. وبطوطة خلصت ولونت المركب كله ازرق. وبكده يا اصحابي نكون خلصنا تلوين. تيجي نوريكم اشكالهم النهائيين. دي بيضة. تعالي نقصهم بقى. لا اصل هو بيت كده كده مش بيض حقيقي. ودي زهرة عباد الشمس، ودي برضه زهرة عباد الشمس، وده مركب. ودي برضه زهرة عباد الشمس. حكاية زهرة عباد الشمس النهارده، ما كلهم زهرة عباد الشمس. ودي فراشة. اتنين فراشة. ودي مركب. ودي برضه فراشة. جميلة كيوتة خالص. ايه رأيك يا بطوطة في الحلقة الجميلة دي؟ أنا اتبسطت خالص في حلقة التلوين دي. وانت اتبسطتي؟ اه اتبسطت. اتفضلي بقى يا ميني ماوس، البيضة اهو كلي منه زي ما انت عايزة. ولو عايزة تلوني تاني اتفضلي لوني تاني، الألوان اهي. لو عجبتكم الحلقة يا أصحابي ما تنسوش تعملنا لايك وشير وسبسكرايب وتقول لأصحابكم على القناة. مع السلامة. مع السلامة. باي باي.